تفضل تفضل أبو الحوار الدكتور عبد الله مبارك العبري. طيب الحقيقة معلومات كبيرة ومثرية عن العلامة أبي نبهان الخروصي، وأنا ما أود طرحه هنا هو أن هناك قضايا كبرى طرحت عن أبي نبهان ولا تزال تتداول في المجتمع العماني. ربما عالج الشيخ سلطان قضية أن رحلته العلمية كانت مبكرة، لأن المشهور أنه بدأ تعلمه في سن متأخر 40 سنة، ولذلك الشواهد والأدلة تدل على هذا الأمر. لكن بقي أمر آخر، وهو أن الناس دائما يربطون علم الأسرار بالشيخ جعد بن خميس وابنه ناصر بن أبي نبهان. علم الأسرار علم واسع، ووجدت مخطوطات كثيرة وكبيرة الذي يرى فيه طلاسم ويرى فيه شيء من التمائم وغيرها، والرقى التي توضع في التمائم ينسبها إلى الشيخ جاعد وإلى ابنه ناصر بن أبي نبهان، مع أن ربما توجد إلى الآن مخطوطات بخط الشيخ ناصر بن أبي نبهان تتميز عن غيرها، وخط أيضا الشيخ جاعد بن خميس الخروصي. هذه الأشياء تحتاج إلى تفنيد، تحتاج إلى إضاءات واسعة حتى يعني يرد الناس إلى حقيقة هذه الشخصيات، أنها ليست شخصيات في تحريك الشجر والحجر وفي يعني أمور من قبيل من هذا النوع من ما يشتغل به الناس. فهذا نريد تسليط الضوء عليه من قبل الشيخ سلطان أو الأستاذ فهد أو الشيخ الدكتور صالح أو من يعني اهتم به من الباحثين. وهناك قضايا أخرى، أنا أكتفي فقط بهذا السؤال، والقضايا الأخرى أطرحها غدا إن شاء الله. بهذه الندوات حقيقة يعني يمكن هذه الملاحظة دائما أكررها في أغلب ندوة عن علمائنا والأئمة الأفاضل، وسبقها قبل فترة نفس الشيء ندوة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. نحن كجيل نريد تأثير أو نعرف تأثير هذا العلماء والأئمة وتأثيرهم وتأثرهم ما فقط في حدود عمان، لأنه بهذا الزخم العلمي وهذا القوة العلمية والإصلاحية والقيادية اللي عندهم أكيد كان لهم صلات خارج عمان وتأثيرات خارجها أيضا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ الدكتور علي بن هلال حبذا لو تضيف هذه إذا كنت رأيتها أنها مناسبة في التوصيات. الجيل الذي يأتي بعدنا أولادنا وأحفادنا نريدهم يعرفوا عن هذه الشخصيات وهذه القيادات والعلماء، لا يكتفى فقط بها في ندوات محصورة داخل قاعات. يعني طالبنا كذا مرة أن تضمن في الإعلام وفي المناهج بصورة مبسطة، بصورة تخاطب فكر هذا الجيل. ويعني قد بدأت مشروعا اللي هو كتابة بعض القصص عن أم لم يكلل، يعني توقف تقريبا. وقد ساءني أول أمس وكنا نتكلم عن هذه الشخصية بالذات، وكان في حضرة مجموعة من الطلبة أو الطالبات منهم تجاوز في السنة الرابعة أو الخامسة الأخيرة في سنواته الدراسية، واحدة تسألني عموه هذا الشيخ هو بن ساحر ويخوفون إياه في وإحنا صغار ويمكن أهل ميزو يعرفوه. أنا صعقت إنه صحيح ما يجتمعوا في الإنسانية لكن شتان ما بينهما. فاستغربت كون أن هذه طالبة في السنة الأخيرة، ربما إحنا نتحمل هذه المسؤولية كأهل، لكن نفس الشيء كمؤسسات تعليمية وتثقيفية، مدارس، الجامعات، عليهم مسؤولية أن يخرجوا هذه الكنوز وتخرج هذه السير، سير العلماء إلى الناشئة الذين لا يعرفون بعضهم. شكرا جزاك الله خير. طيبة جزاك الله خير. إن شاء الله نحاول، لجنة التوصيات ستضمن ما يشير إلى هذه المقترح ولا هذه التوصية. من تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح بن سعيد بن هلال الحسني. عندي مداخلة للباحثة باختصار. المداخلة نحن نعم. الأسئلة المداخلات لا تنتهي فبسرعة. طيب بداية نشكر الباحثين على هذا العطاء الطيب. مداخلة للأستاذة الباحثة أحلام الجهورية، هي وقفت مع موضوع الألقاب وموضوع اللقب الكبير الذي اشتهر أو الذي شهر عن
الشيخ جاعد موضوع لقب الرئيس، فهي طبعا في أثناء العرض أنا لم أطلع على البحث، قالت بأن هذا اللقب اختزل شخصية الشيخ، فما أدري هل هي أيضا وقفت مع دلالات اللغة عندما تحدثت عن هذه الألقاب، هذا أولا. والأمر الآخر أيضا، هل هنالك وقوف مع الأشخاص الذين أطلقوا هذا اللقب؟ فنريد يعني شيء من التوضيح لهذا الأمر. المداخلة الثانية، مداخلة أخيرة سريعة، هي أيضا موجهة للأستاذ منير، عندما تكلم بأن الشيخ أبا نبهان هو يعني يظهر فكره واضحا جليا، فكر خاصة فكر التنزيه، تنزيه الخالق سبحانه وتعالى، وبأن يعني إنتاجه الشعري وخاصة في علم السلوك يختلف عن عندما عقد مقارنة بينه وبين غيره، بينه وبين غيره. فهل هنالك شيء من الصور الشعرية التي تسلط الضوء على هذا الأمر؟ وأيضا في المقابل، ما هو الإفراط أو ما هو الإسفاف الذي وجد عند غيره في هذا الشأن؟ وشكرا. شكرا جزيلا. كان غير لا بس أعذرنا من أجل قرب اللاقة القربة ثم يأتيك. تفضل الشيخ محمد. شكرا جزيلا. إن شاء الله. محمد السيد الحجري. تفضل. لدي بعض الإشارات وبعض وسؤال فيما يتصل بحياة المهج، حسب ما توصلت إليه في بعض ما بحثته أن هناك شرحين لحياة المهج، شرح للشيخ قاعد بنفسه وشرح آخر للشيخ ناصر بن أبي نبهان. وبالإضافة إلى ذلك، عدا عن الديوان المعروف الذي درسته هذه الجلسة نفائس العقيان، هناك مجموع شعري آخر في مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي من 28 صفحة، يضم قصائد للشيخ أبي نبهان، ولم يدرس هذا المجموع ليعرف هل كل ما ورد فيه وارد في نفائس العقيان أم لا. ملحق بهذا المجموع شرح الشيخ أبي نبهان بنفسه على قصيدته حياة المهج. فيما يتصل بالخصائص، خصائص القصيدة، قصيدة يا أيها الغر الجهول الغافل، يعني كأنك أردت أن تقول لنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شيخ علي، يعني ضاق الوقت على الباحثين فاختزلوا أبحاثهم، فوسع لنا قليلا. طيب، الخصائص الأسلوبية لهذه القصيدة، كنا نتمنى أن لو وقفنا على بعض الرؤى العميقة لهذه الخصائص الأسلوبية، إذا كانت هذه القصيدة تتجه إلى المتلقي اتجاها مباشرا بالخطاب المباشر، يا أيها الغر الجهول الغافل، فكيف استطاع الشيخ ناصر بن أبي نبهان مثلا أن يراوح؟ من المعلوم أن الخطاب الحكمة في الشعر العربي هو خطاب قد يتورط فيه الشاعر بالتوجه المباشر إلى القارئ، فتفقد القصيدة رونقها الأدبي وتتحول إلى خطبة. كيف استطاع الشيخ أبو نبهان أن يراوح بين هاتين الحالتين؟ وما أشار إليه الباحث الأخ منير في دراسته يتعلق أيضا بالمنحى الأسلوبي لشعر الشيخ ناصر. أين يمكن أن نجد أن هذه القصيدة تلبست، وهي قصيدة طويلة للغاية، أين تلبست بمظاهر العصر الأسلوبية؟ وأين كان للشيخ أبي نبهان بصمته الخاصة، بصمته الشعرية الخاصة؟ ما تفضلت به فقدمته لنا في عرضك لم يعطينا صورة واضحة عن هذه الخصائص الأسلوبية لهذه القصيدة، فإن كان ممكنا أن تقدم لنا رؤية أكثر عمقا فنغدو لك شاكرين.
الأخ الأستاذ منير، أنت ذكرت أن هناك بعض القصائد اللي هي التي هي في الحقيقة للشاعر الغشري ونسبت للشيخ ناصر للشيخ أبي نبهان، ما هذه القصيدة التي تقصدها؟ إن كانت تلك القصيدة المتعلقة بتاريخ أئمة وعلماء بني خروص فهي قصيدة مشتركة بين الشيخ أبي نبهان وبين الشاعر الغشري، لكل واحد منهم يعني البيت للشيخ أبي نبهان وبيت والبيت الذي يليه للغشري وهكذا. شكرا جزيلا. شكرا شيخ. الدكتور تفضل لا قطر الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أحمد حاله جامعة نزوة. بعض الملاحظات القليلة، الأخ فهد عندما ذكر كتاب الحيوان حياة الحيوان الكبرى قال لي أبي البقاء، كنت أتمنى أن يحدد الاسم المشهور به جدا وهو الدميري. الناحية الثانية، الدكتور الطريحي وزميله الشريقي يعني أعطيانا، وجدت أنا متنفسا لروحي في ذكر أعلام العربية المتنبي نازك الملائكة وشعرائها، في حين استشعرت بعض صور المناقشات لطلاب الماجستير فطالبنا لا يأتي إلا بالأسماء الأجنبية فرويد وبوشكين وغيرها بحيث يصم الأذن، وهذه الطريقة التي يطرحها الطريحي جزاه الله كل خير، يعني شيء جميل جدا، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير التراث بالتراث، والعودة إلى تراثنا العربي والتعمق به والأخذ منه، فهذا شيء رائع جدا. الأستاذة الأحلام أشكر لها هذه المقارنة بينها وبين الشيخ جاعد بن خميس والشيخ الرئيس، وهي مقارنة حلوة وجميلة ورائعة جدا. لكن لوقفة مع الأخ منير ابن ناصر ابن منصور الحضرمي في مقارنته شعر السلوك عند أبي نبهان مع ابن الفارض، فالواقع أنني سأذكر غدا هذه النقطة. فالشيخ خرج عن استخدام الرموز، رموز الحب الإنساني، رموز الحب الإنساني إلى تقديس وتنزيه الإله، فلم يذكر أي رمز إنساني إلا في قصائد أخرى غير قصيدة حياة المهاج بشكل بسيط مثل كلمة العزول أو غيرها، لكنه هنا في قصيدة حياة المهاج إنما أورد صفات إلهية طيبة مع العشق والجمال والحب لهذه الصفات، ولم يذكر رموز الحب الإنساني. فهنا يعني تعرفون إذاعة الجزيرة أو راديو الجزيرة أو تلفزيون الجزيرة، الرأي والرأي الآخر، فأنا لم أرضى الرأي الآخر إذا استخدم لفظا ما كان يعني ما أحببته، عندما قال كما نجد في الشعر الدنيء وفيه إشارة أو غمز بابن الفارض، فإذا كانت بعض الألفاظ عند ابن الفارض استخدمها في الحب الإنساني وطبع بها الطابع الإلهي فلا يقال عن هذا دنيء، فإذا كان بعض شعر ابن الفارض دنيء فأنا أكاد أجزم بأن الشيخ نفسه لو كان حيا ما رضي بهذه الكلمة، لأننا لو عدنا إلى كتابه وحياة المهاج وقصائده لوجدنا صورة ابن الفارض تنجلي في كثير من أبياته وخاصة في حياة المهاج. لكم منا الشكر والتحية. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. هل في رجاء في دقيقة واحدة حتى تبقى 5 دقائق للمداخلات؟ شكرا. للردود. على كل نشكر، أول شيء نشكر الأخوة الذين قاموا على الندوة وكذلك الذين اليوم أمتعون بما قدموه في الورقات السابقة. أنا سؤالي يختلف عن الأسئلة السابقة التي تدور حول العلوم الشرعية والشعر. من ضمن العلوم التي يعني زاولها الشيخ الرئيس علوم في العلوم المختلفة، علوم في مثل ما سمعنا في الكيمياء وإلى آخره، هل هناك كان له شيء من المختبرات؟ هل هناك كان له شيء من التجارب؟ لأنه مثل هذه العلوم لا يمكن إظهارها إلا إذا كان تمر من خلال مثل هذه التجارب إلى آخره. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم دكتور علي. في مداخلة؟ نعم.
لو سمحت. يلا رجع. موز اليزيدي بكالوريوس لغة عربية. مداخلتي الأولى للأخت أحلام، شكرا لك على الورقة البحثية. هل حقا نحن نستطيع أن نستند إلى الكنى والألقاب لإعطاء أشخاص تقديرهم؟ وأتوقع أنني أتفق مع مداخلة الأخ صالح حول هل وقفتي على الأشخاص الذين أطلقوا هذه اللقب، الألقاب أقصد والكنى، لأن هذا ربما قد يستطيع أن يكسب ما توصلت إليه من نتائج قوة يعني موضوعية في الجانب الموضوعي. المداخلة الثانية للدكتور صالح الخروصي في الفكرة الموسوعة للشيخ قاعد. أعجبني جدا المقارنة مع الشيخ قاعد بشخصيات موسوعية كالفارابي وابن رشد، لكن أتمنى أن تدرج في التوصيات شيء يتعلق بمحاولة نشر هذا الفكر ليقدر هذا العالم قدره وفعلا يتعامل معه على أنه شخصية موسوعية. المداخلة الثالثة والأخيرة والأخيرة نعم للدكتور مصطفى والدكتور محمد الطريحي حول القصيدة. الورقة البحثية أيضا كانت جيدة وقوية، لكن يعني فقط سؤالي، أوردتم سبب اختياركم للقصيدة هو إبراز قصيدة غير منشورة لعالم عماني. إن كانت هناك أسباب أخرى لاختياركم هذه القصيدة دون غيرها أرجو أن نستمع إليها. شكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا. نبدأ بالردود أيضا من الأخت أحلام، تفضل. بالنسبة لمداخلة الأخ الفاضل، عذرا ما نسيت الاسم، بس القبيلة الحوسني والأخت، أنا دراستي دراسة تاريخية وثائقية، يعني عالجت الألقاب ككونها مظهر من المظاهر الحضارية وليس دراسة لغوية. بالنسبة لي هل اللقب يختزل مكانه؟ باعتقادي نعم، لأن عندما أريد أن أصف شخص سوف أعدد الأوصاف ولن تنتهي الصفحات، لكن اللقب يختزل الكثير من الكلام. من أين أتيت بالألقاب؟ طبعا النساخ، ويعني أكثر من نسخ مخطوطات ومؤلفات الشيخ جاعد كان نفسه أو ابنه أو النساخ المختلفون، فهو أعطى ألقاب، وأنا ذكرت أنه لم يقول عن نفسه الشيخ الرئيس، وإنما كان يذيل العبد الفقير الوالد الذليل، هذا تواضعه. أما ابنه كل واحد يفتخر بأبيه، فهذه الألقاب أطلقها عليه. بالنسبة للقب الشيخ الرئيس، هذا تعبيرا من مكانته وقيمته العلمية. العلماء والفقهاء، أنا ذكرت ابن رزيق من خلال صفحات البحث، ابن رزيق، الإمام نور الدين السالمي، المؤرخ حمود السيابي وغيرهم الكثيرون، هؤلاء لن يعطوا لقبا لأي كان. وهنا أستذكر يعني مقولة للروائية أحلام مستغانمي تقول أن الرجال يكفيهم أسماءهم، لكن اللقب يعطي مكانه بناء على ما من يطلق عليه. هذا يعني ختام أنه دراسة مظهر من المظاهر الحضارية وليس دراسة لغوية. شكرا، شكرا دكتور. تفضل دكتور صالح. نعم، بالنسبة للعلوم الطبيعية كالكيمياء، أنا ذكرت يمكن ما كان الوقت مناسب أو متاح، الشيخ أبو نبهان ألف كتاب بعنوان الصناعة الإلهية في علم الكيمياء وقلب الأجساد النحاسية، بس أنا ما عندي يعني معرفة إلى أي مدى كان تأثير لهذه العلوم. يعني حتى الشيخ ناصر بن أبي نبهان اقتفى أثر والده فصنف أيضا في هذا العلم، وصنف في النبات خاصة لما انتقل من عمان إلى زنجبار، ألف في النباتات الموجودة في السواحل. لكن ما مدى تأثير هذا الجانب في الحياة العلمية والعملية؟ ما في شك أن الإمكانيات ما كانت متاحة، وما كانت العلوم الطبيعية فيها المختبرات وفيها الأماكن فيها التجهيزات اللي ممكن أنها تظهر هذا العلم. لكن ما في شك أيضا أن هذا إرث يعني فيه من العلماء العمانيين اللي تقدموا الشيخ أبو نبهان في هذه العلوم، في الكيمياء وفي الطب وفي النبات وفي الفلك وفي غيره. بالنسبة لقضية المقارنة بين الشيخ أبو نبهان والفارابي وابن رشد، يعني احنا بس ناخذ مثل بسيط. الشيخ أبو نبهان في تأليفه لقصيدة حياة المهج، هذه طبعا يعني فيها اقتباس أو فيها اطلاع على تائية ابن الفارض،
فمعنى هذا أن في تواصل. الشيخ أبو نبهان شيخ موسوعي العلم والمعرفة على تواصل وثيق ليس بالعلماء العمانيين الموجودين داخل عمان، ولكن أيضا بالعلماء الحضارة العربية الإسلامية اللي كانوا في وقته واللي قبله واللي تجاوزوا. فأعتقد أن اهتمام الباحثين بنشر، يعني إحنا الآن نتكلم مثل ما ذكر الأخ على أن في 3 كتب فقط مطبوعة من إجمالي يمكن 60 مصنف، ما في شك أن نشر هذه العلوم وتحريرها ويعني التعليق عليها وتحقيقها لابد أن بيكون له صدى على الساحة المحلية الداخلية وحتى على الساحة العربية والإنسانية بشكل عام. شكرا. شكرا دكتور صالح. بخصوص مداخلة الدكتور عبد الله بن مبارك العبري حول الخلط في علم الأسرار ونسبة أي شيء يتعلق بها إلى الشيخ جاعي، أنا أوافق الدكتور في هذا الطرح. العين التي تنظر إلى هذه العلوم إلى هذا التراث، نحن عندنا تراث زاخر في هذا الجانب، كيف ننظر إليه؟ هذه النظرة للأسف نظرة قديمة ونظرة ليست خاصة بنا نحن العمانيين. أنا أذكر مثال هنا على السريع، ابن وحشية الكلداني العراقي من القرن 3 الهجري سبق عصره في مسألة ما يسمى الآن بعلم التشفير، وعند العرب يسمى بعلم التعمية، فك رموز الأقلام. ماذا يراد بالأقلام؟ يعني الحكماء والفلاسفة السابقون كانوا يخترعون رموزا يتعارفون بينهم عليها لإصطلاحات معينة. ابن وحشية ألف كتابا سماه شوق المستهام في فك رموز الأقلام. كيف نظر إليه أهل عصره ومن أتى بعده؟ النديم في الفهرست من أبرز المؤرخين للتراث العربي الإسلامي لما ترجم لابن وحشية وصفه بأنه ساحر يتعاطى الطلسمات. هذه النظرة سادت عندنا إلى أن وصلنا إلى سنة 1799 ميلادية، الحملة الفرنسية على مصر التي اكتشفت حجر رشيد. جاءنا شامبليون سنة 1822، هكذا يعلموننا الآن في المدارس، سنة 1822 ونسب إليه اختراع فك رموز اللغة الهيروغليفية. شامبليون قبل هذا نسبة هذا الاختراع إليه سنة 1806 اطلع على مخطوطة ابن وحشية محفوظة في دار الكتب الفرنسية في باريس، واعتمد عليها في فك رموز اللغة الهيروغليفية. نحن عندنا ابن وحشية ساحر، لذلك كتبه مركونة لا عمل عليها، لكن عند الآخرين تنسب إليهم الاكتشافات والاختراعات. اليوم أتى الباحثون العرب ليقولوا لا، ابن وحشية له السبق في ذلك، ونشر مؤخرا كتابه شوق المستهام في فك رموز الأقلام. هذه هي النظرة السائدة إلى هذا العلم. هذا العلم فيه خبايا كثيرة لو دققنا فيها لخرجنا منها بالصالح وتركنا الطالح. شكرا لك. شكرا شكرا للأخ سلطان على هذه الإفاضة الطيبة. دكتور شريفي والدكتور طريحي تفضل. في الحقيقة طرح علي سؤال واحد يتعلق بأسباب اختياري القصيدة. في الحقيقة بالنسبة لي كعب ضعيف في مجال التراث العماني بصفة عامة وتراث الإمام جاعد بصفة خاصة، لم أكن أعرف قدر هذا الشخص إلا عندما اطلعت على هذه القصيدة وأعجبتني أيما إعجاب ضمن ما صوره الدكتور عمر لقمان. أعجبتني لا لأنني شاعر ولا أعرف الخبايا الفنية للشعر ولا الجانب الأدبي، لذلك تركته للدكتور طريحي، وإنما أحسست فيها أنه يتميز بهذا الشعر السلوكي المتميز في المدرسة الإباضية، وأنه يعد الأب الروحي للمدرسة السلوكية العمانية وربما الإباضية. وكذلك أحببت أن أسهم في نشر وتحقيق تراث الشيخ تحقيقا علميا، وهو ما أرجوه ودعوت إليه في نهاية توصياتي بأن يجمع تراث الشيخ من شتى بقاع عمان وخارج عمان
لإنجاز الموسوعة العلمية، فليكن عملي هذا جزءا أو خطوة في الألف ميل للتحقيق العلمي لتراثه، بالإضافة إلى أنني يعني كذلك نوع من التدريب على الجانب، بالنسبة إلي كشخص نوع من التدريب على الجانب جانب الشعر، وأنا إن كنت أتذوق الشعر ولكن لا أحسنه ولا أعرف العروض ولا أعرف هذه الأمور، لأننا لم ندرسها مع كل أسف أقول بصراحة، وإن كان تخصصي في البداية كان تخصصا علميا، لذلك فشغفي الذاتي، أنا أتحدث عن أسباب الذاتية الآن، وشغفي بهذا الشعر وبتذوقه بعثني إلى تحقيق هذه القصيدة. خصائص الأسلوب كما ذكر الدكتور صحيح، يعني يجب أن تعطى وتلخص بشكل أكثر، ولكن الوقت أعطني وقتا أعطيك بحثا محكما، وأشرت إلى شذرات من الخصائص وما ينتهجه البحث، ولكن أشير إلى خصيصة واحدة مثلا لم أذكرها، أن الخروصي لا تستنفد عنده الكلمة، لا تستنفد الكلمة روحها عنده لمرة واحدة، وإنما يكررها لأكثر من مرتين أو بعض الأحيان خمس مرات في البيت الواحد، خمس مرات من غير القافية مثلا، فهذا هي خصيصة من خصائصه ومن أسلوبه. مثل التضعيف الشد والتضعيف الإدغام، عندما يذكره الخروصي يريد أن يعزز من موقف النفس، يريد أن يطور من الإنسان الذي أمامه، يريد أن لا يجعله خائفا من الله وإنما أن يكون معه، هو لا يذكر النهي إلا قليل، اللامات عنده للنهي والترغيب والتخويف قليلة جدا، إنه متسامح ويعرف ماذا يريد أن يصل إليه، فهذه بعض يعني شذرات من خصائص. أعطني وقتا أعطيك بحثا محكما. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأسئلة، نبدأ بابن الفارض. السؤال كان من قبل الدكتور، ممكن الدكتور أحمد. ربما خانتني العبارة وقلت دنيء، ولو كنت مركز على حالتي النفسية في ذلك الوقت لرأيت أني كنت أبحث عن الكلمة، ولكن خانتني العبارة، وكما قلتها أمام الملأ أعتذر أمام الملأ، فأعتذر حق. يعني ابن الفارض هو من السلوكيين أو المتصوفين الكبار الذين أعجب بهم، أولا الشيخ أبو نبهان، كذلك جاء بعده الشيخ ناصر بن أبي نبهان وشرح تأيتيه الصغرى والكبرى في كتابه الذي نشر مؤخرا. فشعره ليس دنيء، شعره راقي، وعباراته يعني الحمد لله، يعني لست أثبت هنا العكس الذي يعني لست يعني قلت شيئا والآن أنكره، لا، فقط فيما يخص التنزيه، حسنات الأبرار سيئات المقربين، الجانب الذي تناوله ابن الفارض المقدمة الطللية الغزلية في الحب الإلهي دخلت الجانب الحسي، هذا الجانب في الأدب معروف مجاز وليس حقيقة، يعني في الأدب معروف هذا يؤول، رموز كما ذكرت تؤول مجاز ليس حقيقة، أن الذات الإلهية فيها كذا وفيها كذا، لكن التشديد عند أصحابنا وخاصة الشيخ الرئيس عقيدة التنزيه مترسخة بشكل كبير، بحيث أنه نأى بنفسه أن يفتح الباب أمام ربما الآخرين الذين لا يفهمونه، وهكذا يعني كفر الذين من قبله، يعني الحلاج عندك وغيرهم لأنهم كانوا يستخدمون رموزا لا يفهمها العامة، نجد ذلك العذر أو عند الشيخ ناصر بن أبي نبهان عندما شرح تأيتي ابن الفارض، عذر ابن الفارض أو عندما تصدى لشرح الرؤية التي ذكرها ابن الفارض أنه لا يقصد الرؤية الحسية، هكذا الشيخ ناصر، وكان تعليق المحقق الكتاب الدكتور وليد خالص يقول هذا من تأثير العقيدة الإباضية، الإباضية لا يرون أنهم يعني لا يؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى، ف كان معجبا بقصيدة ابن الفارض، ولكنه عندما وصل إلى هذه النقطة
على ابن الفارض وقال أنه لا يقصد يعني التأويل الحسي أو الرؤية الحسية، وإنما هو الرؤية القلبية وليست الرؤية الحسية. وصلت الرسالة. نعم. الوقت. جواب للأخ صالح سريع، ربما هو هذا الجواب عن الرؤية، يعني قد يكون على أي حال أنا لا يعني لم أكن الأول الذي قارن بين ابن الفارض وقصيدة الشيخ أبي نبهان. الذي سبقني إلى ذلك هو من اسمه الحجري، صاحب كتاب صاحب دراسة في دراسة الدكتوراه أظن والماجستير، الحجري عبد الله بن سعيد، ذكر هذا الشيء وذكر بالتفصيل. فإذا أردت أن يعني تطلع على أمثلة أكثر تجدها في دراسته موجودة في جامعة سلطان قابوس. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. دكتور بس ويسأل كان عن مكتبة الشيخ سالم بن حمد، أنا ذكرت ذلك في المحاضرة في العرض، أن النسخة التي موجودة في مكتبة الشيخ سالم بن حمد، النسخة اللي فيها مجموعة القصائد ذكرته كانت ملحق بها شرح حياة المنهج، القصيدة الأولى في ذلك المجلد في ذلك الكتاب هي ليست للشيخ أبي نبهان وإنما للغشري، وتجدها موجودة في ديوان الغشري إذا تريد الصفحة موجودة هنا. غير نعم مطلعها الله أكبر يمضي عيش من الرغد، هذا مطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل جلسات هذه الندوة آفاق حضارية من حياة الشيخ جعد بن خميس الخروصي رحمه الله، ومع آخر جلسة من هذه الجلسات، وفيها يشاركنا 4 باحثين. نبدأ بداية بالدكتور إدريس بن بابة بحامد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حاصل على بكالوريوس من معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان سنة 2009، وعلى الماجستير الشريعة والقانون من جامعة أريس بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، ومحضر للدكتوراه بجامعة الساحل العالمية، إمام وخطيب وأمين مكتبة السيد محمد بن أحمد من 2012 إلى 2016. له عدة بحوث ومشاركات في ملتقيات دولية وندوات محلية، شارك في تحقيق قاموس الشريعة كعمل جماعي، وله تحقيق ومقالات أخرى بجريدة عمان. أختصر التعريف لأترك المجال له ليلقي ورقته بعنوان حضور الشيخ جعد بن خميس في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وله 13 دقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الباحثون والباحثات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، في الحقيقة سبب اختياري هذه المداخلة بهذا العنوان كان لعدة أسباب، لعل أهمها وجود كم كبير من مؤلفات الشيخ الرئيس جاعد بن خميس رحمه الله تعالى في مكتبة السيد، وبحكم كوني أو بكوني أمينا للمكتبة لفترة 4 سنوات، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تمر بين يدي مجموعة كبيرة من هذه المخطوطات والوثائق. طبعا هذه الدراسة تعتبر أو هذه المداخلة تعتبر تكملة لما تفضل به الباحثون والباحثات والذين سبقوني بالأمس واليوم، وإن كانت هذه المداخلة في الحقيقة تعتبر مداخلة لبيان مكان البحث، بمعنى من أراد أن يبحث في علم النفس، أراد طبعا عند الشيخ جاعد، ومن أراد أن يبحث في العقيدة، في الفكر، في السلوك، في اللغة، في الفقه وما شبه ذلك، فليرجع ندله إلى مكان من الأماكن التي توجد فيه هذه المادة العلمية الرصينة، طبعا حيث أشار الباحثون. أريد أن أشير إلى أن تقسيمي للمداخلة طبعا كانت في 80 ورقة، ولكن طبعا إرشادات مركز دراسات العمانية مشكورين طلبوا 5000 كلمة، فلخصت المداخلة من 80 صفحة إلى 25 صفحة فقط، فلذلك أحاول أن ألخص هذه 25 صفحة في 5 صفحات. المداخلة قسمتها إلى المكتبة طبعا تضم يعني مخطوطات
ووثائق. طبعا أتكلم عن الشيخ جاعد لما أقول المكتبة، طبعا الآن مجال حديثي فقط عن إمام، عفوا عن الشيخ أبي نبهان، لا أتكلم عن الإطار العام للمكتبة حتى لا أعيد كل مرة الإطار العام والإطار الخاص. قسمت الدراسة إلى المخطوطات ثم الوثائق، وفي المخطوطات نجد عن مخطوطات أصلية ومخطوطات مصورة للشيخ جاعد. طبعا المخطوطات، جل مخطوطات الشيخ جاعد أغلبها في المكتبة مخطوطات أصلية، نجد المصور قليل. طبعا المصور قليل إذا رأينا من حيث الموضوع نجد مواضيع جديدة، ولكن لم يستطع السيد محمد رحمه الله أن يحصل على النسخة الأصلية لهذا المخطوط فطلب تصوير هذه النسخ. مخطوطات نجد في المكتبة في إطار المخطوطات مخطوطات إما من تأليف الشيخ نفسه الشيخ جاعد رحمه الله، أو مخطوطات نسخت له كبيان الشرع كما هو موجود عندي هنا، وهو عنده تعقيبات سأشير إليها كما هو في هذه المسألة في الجزء 64 من بيان الشرع وغيره. نجد مخطوطات نسخت بيد الشيخ، بمعنى هذه المخطوطات التي نسخت بيد الشيخ لا أستطيع أن أقول بأنه مخطوط كامل، توجد بعض المخطوطات على شكل يعني رسائل على شكل أجوبة، فهذه تحتاج إلى التجميع حتى تشكل بمجموعها مخطوطا نفيسا أو مخطوطا في موضوع معين، فلذلك هذا يحتاج إلى دراسة وإلى نظرة من الإخوة والأخوات الباحثين والباحثات. هذا في إطار المخطوطات. ونجد في إطار المراسلات في المكتبة مجموعة قيمة جدا وكبيرة من مراسلات الشيخ، وقد اكتشفت أن الشيخ وجه رسالة أو عدة رسائل كانت مخرومة، والمشكلة في هذه الرسائل حينما تكون مخرومة تجد، لأن الملفات طبعا موضوعة ومرتبة حسب العناوين، تجد مثلا رسائل الشيوخ ولكن لا تعرف من هم هؤلاء الشيوخ، فاكتشفت بأن في المكتبة فيها رسائل الشيوخ مجموعة كبيرة جدا من رسائل الشيخ أبي نبهان. هذه الرسائل تحتاج إلى تجميع، لأنه بتجميعها سيكتمل الموضوع العام لبعض المواضيع، هناك مواضيع غير كاملة، فبدقة الباحثين وبمقارنتهم بين الخطوط والسنوات والمواضيع يستطيعون أن يجمعوا هذه الرسائل. أيضا هذه الرسائل متمثلة في ماذا؟ متمثلة في رسائل وجهت إليه مكتوب فيها إلى السيد الوالد العالم الرباني أبو نبهان، أو أحيانا البعض يسميه بشيخنا الرئيس هكذا، دون أن يكون لها جواب، بمعنى هذا سؤال فقط. ونجد نماذج آخر من الوثائق الموجودة كرسائل أجوبة من الشيخ جاعد دون أن نشير إلى من هو السائل، لا يشير، وإنما يقول جواب عن المسألة الفلانية إلى الشيخ الفلاني دون أن نشير إلى السؤال. ورسائل في شكل كتاب، طبعا قبل هذه الفترة كانت هناك يعني سؤال قيم جدا في قضية رسالة الإمام جاعد الشيخ جاعد رحمه الله إلى السيد محمد بن الإمام أحمد. هذه الرسالة موجودة في المكتبة طبعا مصورة، ووجدت رسالة قيمة غير مصورة، هي أصلية، فيها كل ما ذكر. طبعا ربما أشار أحد الباحثين إلى أن أسلوبها ركيك، طبعا هذا ركاكة الأسلوب من عدمه يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى وضوح وتبيان. وأنا أقول بأن هذه الرسالة نعم فعلا هي من الشيخ جاعد رحمه الله إلى الإمام، إلى السيد محمد بن الإمام أحمد، لأني وجدت النسخة الأصلية. ويوجد مجموعة من رسائل الإمام الشيخ أبي نبهان عفوا إلى بعض رؤساء زمانه، المشكلة في هذه الرسائل أن الموجه إليهم، بمعنى الموجه، الخطاب الموجه لمن وجه فيها محو. للأسف الشديد في كثير من الرسائل لم أجد إلى من وجهت هذه الرسائل، وإن كنت أظن أن من ضمنها هذه الرسالة الموجودة، وقد وجدتها طبعا في مكان آخر. هذه الرسالة طبعا هي موجودة في البحث بالرقم والصفحة والمكان والخزانة. أما طبعا نجد مواضيع هذه المخطوطات الموجودة في المكتبة متنوعة كما أشار الأساتذة الذين سبقوني بالبحث أمس، نجده بحث في الفقه وبحث في العقيدة وفي اللغة وفي الأصول. أريد فقط أن أشير إلى موضوع ربما تكلم عنه بشكل عام، وهو ما يتعلق بعلم الأسرار. هذا العلم، علم الأسرار الذي أشار إليه بعض الباحثين، طبعا من ثمراته قضية السلوك وما كنا نتكلم عنه من السلوك وما شبه ذلك، نجد بأن الإمام، عفوا الشيخ جاعد رحمه الله، تكلم عن هذا العلم باقتضاب،
ولكن مارسه بإسهاب كما أشار البعض، بمعنى كان يقول من ضمن ما قال، طبعا وجدت كتاب مصور في المكتبة اسمه كتاب في علم الأسرار صنفه السيد أبو نبهان، هكذا ورقمه 2073 في المكتبة مصور. أشار في مقدمة الكتاب إلى أن هذا العلم يحصل بالتقى والورع، طبعا في معنى كلامه، وهذا العلم يحتاج إلى دربة عقلية، ويحتاج إلى اكتساب، ويحتاج إلى مهارة تعبدية. طبعا هذا يشير إلى عدة أشياء ليس المكان مكان ذكرها طبعا حتى لا أطيل. هذا باختصار ما يوجد في المكتبة. طبعا بعدما عرضت ما يوجد في المكتبة رأيت أن أغوص قليلا في فكر الشيخ، فذكرت يعني استدلالته الفقهية أو منهجه الفقهي، خاصة في الكتب الفقهية في الأجوبة وفي كتاب الحج وفي كتاب الصوم وفي كتاب الصلاة. طبعا لا أستطيع أن أذكرها كلها، هي موجودة في البحث لمن أراد أن يطلع على هذا، ولكن فقط أريد أن أشير إلى المنهجية في الفهرسة. منهجية الفهرسة في المكتبة لهذه المخطوطات ليست لها مكان محدد بمعنى مؤلفات الشيخ جاعد، لا، وإنما تجدون المؤلفات المتعلقة بالإمام بالشيخ جاعد هي ضمن العناوين. مثلا كتاب الحج تجدونه في باب الحاء، مناسك الحج لا تجدونه في الحج، تجدونه في حرف الميم لأنه يبتدئ بحرف الميم، وهكذا. بمعنى الباحث في المكتبة لا يأتي ويقول أريد مؤلفات الشيخ جاعد، وإن كان الفهرس إن شاء الله سيجهز قريبا، هذا سيساعد الباحثين كثيرا في هذا الصدد. أريد أن أشير إلى مسألة أو مسائل، مجموعة ملاحظات فقط حتى أختم بها المداخلة. التعقيبات نجد للشيخ جاعد أيضا على غير مؤلفات الخاصة أو الموسوعية أو البسيطة أو الرسائل أو الوثائق، نجد له تعقيبات كثيرة في كثير من الكتب على غرار إحياء علوم الدين. فلذلك أرجو من الباحثين المهتمين بهذا أن يتتبعوا هذه التعقيبات الخاصة بالشيخ جاعد على بعض الكتب، هي تعقيبات قيمة جدا، أحيانا يخالف رأي من سبقه من المشايخ في مسألة معينة، وأحيانا يوافق، متى ما وافق بين ومتى ما عارض بين سبب اعتراضه على هذه الفكرة أو هذا النموذج السلوكي، لأنه عنده بعض النماذج السلوكية يخالف فيها بعض العلماء. ما يوجد داخل المجاميع وداخل بعض المصنفات من إضافات تنسب للشيخ جاعد، هناك بعض الإضافات داخل المجاميع، المشكلة أن هذه المجاميع كما تفضل الأستاذ الشيخ سلطان الشيباني محاولة يعني فارسة هذه المجاميع، يعني وهو يعلم بهذا أن هذه المجاميع تحتاج إلى دقة في البحث وتحتاج إلى يعني تركيز حتى نستنبط ما كتبه الشيخ جاعد من هذه، لأن أحيانا تجد مجموع فيه أكثر من 10 كتب أو 10 مواضيع، وتجد خط، خاصة إذا كان خط قريب من زمن الشيخ جاعد تجده خط رث قديم، فلذلك يحتاج إلى دقة في استخراج هذه الكلمات واستخراج بعض بعض التواريخ. تجدون بعض التواريخ الموجودة في هذه الرسائل يعني تكاد تكون يعني مطموسة بالكامل، ولكن هناك وسائل لإبرازها، مما يؤكد أن هذه كتبت في عصر الشيخ جاعد، إضافة إلى ما كتبه الشيخ جاعد بخط يده، وتوجد وثائق كثيرة بخط الشيخ نفسه كما هو في بيان الشرع، عنده كتاب في بيان بيان الشرع نسخه ونسخ له وأضاف له كثير من التعقيبات في الجزء 64 كما هو موجود عنده هنا. طبعا نشير إلى أن السيد محمد رحمه الله كان يدون كثير من هذه الملاحظات. أشير إلى قضية فك إيهام بعض التواريخ التي توحي بنسبة بعض الكتب إلى تواريخ تحتاج لتدقيق. هناك بعض الكتب يعتقد بأنها مكتوبة في زمن، ولكن نجد بعد التحقيق أنها بالعكس نسخت في زمن آخر، خاصة ما يتعلق بمؤلفات الشيخ جاعد. فرز ما يتعلق بمؤلفات الشيخ جاعد عن غيره، خاصة ضمن الدواوين والمجاميع كما هو في الصفحة 17 من البحث، وتشابه بعض العناوين. هناك بعض العناوين متشابهة، الشيخ جاعد ألف بعض العناوين وكانت لها عناوين قريبة أو مشابهة. وجدت كتاب اسمه النواميس الرحمانية، هذا النواميس الرحمانية في الأصل أنه مشهور عن الشيخ الخليلي، عن الشيخ سعيد رحمه الله، ولكن للشيخ جاعد نفسه كتاب في الأسرار في نفس بنفس هذا العنوان، اسمه كتاب النواميس، ولكن لم يقل نواميس الرحمانية، قال كتاب النواميس. أريد باختصار في دقيقة أتلو عليكم بعض التوصيات وبعض النتائج. طبعا لم أستطيع أن يعني أعرض هل الشيخ جاعد وافق علماء المذهب كامل في أفكارهم أم عارضهم، ذكرت نماذج من هذا، كيف كان يستدل بالفقه يعني بوسائل التشريع بمصادر التشريع المعروفة،
وذكرت مجموعة كبيرة جدا من المجاميع التي تحوي بعض الأجوبة. وأقول في نهاية هذه المداخلة، بعد هذه الجولة المباركة في رحاب مكتبة السيد محمد بن أحمد المساعد رحمه الله، محاولا إحصاء ما تكتنزه من ثروات للشيخ الرئيس العالم الشيخ أبي نبهان جعد بن خميس بن مالك الخروصي رحمه الله تعالى، يمكننا القول إن المكتبة تعتبر مستودعا من مستودعات فكر الرجل للكم الهائل المركون داخل خزائن المكتبة، والذي ينتظر على أحر من جمر من أيدي الباحثين أن تتناوله بالتحقيق والدراسة، كما ينبغي الاهتمام بفكر الشيخ الرئيس أبي نبهان دراسة وتحقيقا واستجلاء للأفكار والعبر. حصر مؤلفات الشيخ في المكتبات العمانية الحكومية منها والخاصة لتكون قبلة الباحثين إليها لاستخراج دررها وجني ثمار كنوزها، والرجاء ممن يملك كل وثيقة أو مخطوط يتعلق بالشيخ أن يسلمه للجهات المختصة ولو لتصويره. الاهتمام بكل ما يتعلق بالشيخ جاعد من وثائق ومخطوطات من حيث شكلها المادي بترميم ما يحتاج إلى ذلك بصفة عاجلة، ذلك أن الحفاظ على مادية الفكر حفاظ على قيمته المعنوية وإن لم يدركها البعض. إعلام النشأ بفكر هذا العالم الكبير من خلال اقتباس نصوص فكرية وأدبية وغيرها وإدراجها داخل المقررات الدراسية على اختلاف أطوارها وفق منهجية مقررة تحددها الجهات المختصة بذلك أقول في الختام، لا تقل الوثائق التي تضمها المكتبة أهمية على المخطوطات، حيث نجد كما هائلا منها، وإن لم يرد توصيفه في البحث نظرا لحجم الباحث أو لحجم البحث المطلوب. هذا، ونسأل الله التوفيق والسداد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للدكتور إدريس من بابه على هذا العرض الشائق الموفق والمشوق لزيارة المكتبة. ننتقل الآن إلى الورقة الثانية بعنوان المنهج الأصولي عند العلامة أبي نبهان للشيخ أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي، مساعد قاض في وزارة عدل لمدة وجيزة، ثم رئيس قسم الدراسات والبحوث وأمين الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. له البكالوريوس من معهد العلوم الشرعية والماجستير من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. له دراسات عديدة من أهمها دلالة الاقتران عند الأصوليين وبحث المساقاة والتكييف الفقهي أهميته وآلياته وبحوث أخرى، أترك المجال له لإلقاء ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة سأتكلم عن المنهج الأصولي عند العلامة أبي نبهان قاعد من خميس الخروصي رحمه الله تعالى. بالنسبة للمنهج الأصولي عند العلامة أبي نبهان رحمه الله تعالى، يقوم على أسس متعددة لا بد من ملاحظتها، وقد قسمت محور الدراسة إلى 4 محاور. المحور الأول عن منهج الإمام أبي نبهان في إثبات القواعد الأصولية، والمحور الثاني عن الأدلة عند أبي نبهان، والمحور الثالث عن الدلالات عند أبي نبهان، والمحور الرابع عن الأحكام عند أبي نبهان. وقبل البداية في دراسة المناهج والمحاور وآثارها، لا بد من الإشارة أن الدراسة قد اقتصرت على بعض كتب أبي نبهان دون استيعابها جميعاً، وقد تركزت أساساً على كتابين من كتبه، ألا وهما إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، والكتاب الثاني أو البحث الثاني حول جواب مطول له حول القياس. أما بقية تلك الكتب فتم الرجوع إليها دون منها. وبالنسبة للمحور الأول أو الكتاب الأول منها، تضمن كثيرا جدا من الفوائد، لكن الفوائد التي تضمنتها تضمن فوائد في تطبيق القواعد الأصولية دون تأصيلها. أما الجواب الثاني فهو الجواب الذي عني بتأصيل بعض القضايا الأصولية، وبذلك وضح منهجه الأصولي الاستدلالي في المسألة الأصولية نفسها بخلاف الكتاب الأول. والكتاب الأول قد عولت في استنباط تلك المناهج على ما ذكره تصريحا بالقاعدة التي يريد التعويل عليها، ولو لم يصرح
ولو لم يوضح العبارة الأصولية التي توجد عند الأصوليين، لكن يظهر من خلال سياق كلامه بأنه يرمي إلى تلك القاعدة. بالنسبة للمنهج الأول، منهج الإمام أبي نبهان في إثبات القواعد الأصولية، وقد قدمت هذا المنهج على غيره، لأن إثبات القواعد الأصولية يحتاج إلى عناية، وقد أهمله كثير من المتأخرين، فهم يناقشون المسائل الأصولية دون مناقشة المنهج الذي تقوم عليه هذه المسائل، وقد أدى ذلك إلى خلل في كيفية الاستدلال، إذ قد يقوم الاستدلال على قواعد مختلف في إمكان إثبات القواعد الأصولية بها. وقد أولى الإمام أبو نبهان ذلك شيئا من عنايته دون تأصيل كامل له، لكن يمكن أن ينتزع من ثنايا أجوبته أو ثنايا كلامه ما يشير إلى بعض القواعد في ذلك، فهو يعنى بالجمع بين العقل والنقل دون إفراط ولا تفريط، وقد بيّن ذلك وبيّن أهمية العقل في كثير مما كتبه، وبيّن أثر ذلك في الأحكام الشرعية، حتى أنه بيّن أن العقل له أهمية ودور في الوصول إلى الأحكام الشرعية ودرايتها، وله عناية بالغة بضبط موطن الخلاف عند الأصوليين. أما جانب الاستدلال المباشر، فيمكن إيجاز الأدلة أو المناهج التي عول عليها في إثبات القواعد إلى القواعد أو المقدمات الخمس التي توصله إلى الحكم إلى القاعدة الأصولية، فقد عول على دلائل الكتاب والسنة ولا إشكال في ذلك، كما أنه عول على الإجماع وعلى إجماع أساطين وكبار علماء الإباضية تحديداً، وعول على الآثار، والمراد بالآثار هنا هي آثار العلماء المتقدمين، وليست بعيدة عما تقدم من حكاية الإجماع، وليست بعيدة أيضاً عن التطبيقات الفقهية التي تستقى من الفروع التطبيقية التي طبق بها علماء الأمة الأصول، وبذلك يظهر في التطبيق أنه اعتمد على المنهج الفقهاء في إثبات بعض القواعد، بالإضافة إلى منهج المتكلمين في إثبات بعض تلك القواعد. هذه تنبيهات في ختام هذا المحور، وهي أن الإمام أبا نبهان جعل آثار الإمام أبي سعيد رحمهما الله تعالى نصب عينيه في مباحثه الأصولية والفقهية، وهو متقبل للخلاف في الأصل، وقد بسط القول كثيرا في تأصيل مسألة قبول الخلاف واستيعاب المسألة لتعدد الآراء، وإن كان يصوب رأيا ويفند بعض الآراء التي تخالف وجهة نظره، لكنه ولا يحول تقبله للرأي دون مناقشة المسائل بأدلتها. وإذا انتقلنا إلى المحور الثاني، فهو محور الأدلة عند إمام أبي نبهان، فالإمام أبو نبهان عني بالأدلة عناية بالغة، فقد عرف بنفسه الشرع بأنه ما ورد به الكتاب والسنة والإجماع والرأي والقياس، بمعنى أنه عرف الشرع بأنه هو الدليل، وتكلم عن كثير من الأشياء المتعلقة بالأدلة، وعتب على علماء عمان أو علماء الأصحاب من أهل عمان في شيئين، أنهما لم يصنفوا في أحكام التنزيل في كتاب مفرد، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مفرد أيضا. وقد عني في جانب الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وعامة الأدلة التبعية، وأريد أن أخصص القياس ببيان أوضح دون بقية أنواع الأدلة لوضوحها. القياس عند الإمام أبي نبهان هو استخراج حكم المجهول بالمعلوم، وقد أفردته للأسباب التالية: أن الإمام كثيرا ما يصرح به، ولأنه بسط القول في مسألة من مسائله بسطا يجمع بين التأصيل وبين التطبيق، كما أنه عول عليه في كثير من المسائل بما فيها القضايا السلوكية، فقد عول على القياس في إثباتها. ننظر في بعض مباحث القياس. أولا، في أركان القياس،
الإمام أبو نبهان تكلم عن أركان القياس مشيرا إلى بعض الشروط التي تناولها الأصوليون دون أن يوافق بعضهم فيها. فالأركان القياس هي أربعة: الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم المستخرج من القياس. وأركز على أمرين منهما: الأصل والفرع، الأصل والعلة. بالنسبة للأصل، الإمام أبو نبهان لا يشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه، بل يسوغ أن يكون الأصل فرعا، وهو بذلك يخالف الإمام ابن بركة في هذه المسألة. وفي جانب العلة ناقش بعض أسرار العلل، وهو يشير بأن القياس لا بد له من علة، وإن عول على قياس الشبه كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى، وهو يؤكد أن القياس يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا انتقلنا إلى أنواع القياس، فالإمام أبو نبهان أيضا عني بأنواع القياس، فقد تكلم عنها مشيرا إليها إشارة خاطفة دون تفصيل حينما قال: والقول على توزيع أقسامه وتفريع أحكامه يتسع. وقد عول على جملة من أنواع القياس، فقد عول على قياس العلة وعول على قياس الشبه، مع أنه نص بأن قياس الشبه لا بد له من علة تجمع بين الأصل والفرع فيه، وكأن الشبه بنفسه ليس أصلا قائما بذاته، لكنه في جانب التطبيق عول على كثير من الأشباه، وعول على قياس أولى الأشباه وقياس الأولى. ثم ننتقل إلى المحور الثالث، والمحور الثالث محور معني بالدلالات، وجانب الدلالات هو لب الأصول وهو لب العلوم جميعا، وهو الأساس الذي يمكن أو تقوم عليه قائمة كافة أنواع العلوم. فهو كما هنا ذكرت الطاقة الذرية في العلوم كافة، فلا بد من فهمه فهما دقيقا. وأمثل قبل البداية بكلمة واحدة: دعونا نستحضر معا بعض فوائدها أو بعض لوازمها. كلمة والد، عندما نسمع هذه الكلمة هل يتصور من أن الوالد يمكن أن يكون طفلا؟ هل يمكن أن يكون طفلا؟ هل يمكن أن يكون أنثى؟ الوالد وليس الوالدة، الأب. هل يمكن أن يكون أنثى؟ وهل يمكن أن يكون عقيما؟ وهل يمكن أن يكون غير متزوج؟ وهل يمكن أن يكون عقيما أو لا؟ أو هل يمكن أن يكون غير متزوج؟ ثم تأتي هذه الكلمة ولها لوازم أيضا عند المرأة أو عند الزوجة، فلا بد أن تكون الزوجة أنثى، وما إلى ذلك من كافة اللوازم الكثيرة التي تستفاد من كلمة واحدة، فلها قدرة على الانقسام والانشطار، ولها دور بالغ، وقد عني بها أبو نبهان عناية بالغة لا سيما في جانب الأمر والنهي. وهذه بعض الصيغ أو بعض الدلالات عند الإمام أبي نبهان دون العناية بالدلالات الكلية، دون أن يشير هو بنفسه إلى الدلالات الكلية. تكلم عن أن الأمر بعد الحرمة ربما يقتضي الإباحة دون تصريح واضح بذلك، وأن ظاهر النهي الحرمة، وقد أخذ بذلك في حرمة السباع، لكنه بيّن أن هذا الأمر أو أن هذا الأصل ترك لعوارض هو يراها مخالفة لأصله. وقد عول على بعض الصيغ المترددة وناقش دلالتها على المبتغى، كوصف الفسق في الحيوان هل يقتضي الحرمة أو لا، فالإمام أبو نبهان لا يراه مقتضيا للحرمة بخلاف جماعة من أهل العلم، كما أن النهي عن القتل ليس دليلا على حرمة الأكل عنده. أما إذا انتقلنا إلى جانب العموم والخصوص، فقد أولاه عناية بالغة في مختلف الجوانب في مباحثه الفقهية أو حتى في مباحثه السلوكية، فقد تناول أن العموم حجة، مستغرقة لأفرادها، وفرع على ذلك جملة من الأحكام، وعول أيضا على بعض الدلالات المحتملة، لكن سيادة الرئيس يشير إلى مقاربة الوقت للختام، وأشير إلى
خلاصة الدلالات عند أبي نبهان، فقد عني بمباحث العموم والخصوص أكثر من عنايته ببقية المباحث. وإذا جئنا إلى جانب الأحكام أشير إلى حكم واحد أو إلى نقطة واحدة من النقاط التي تعرض لها الإمام أبو نبهان. الإمام أبو نبهان يشعر كلامه بأنه لا يعتبر الإباحة حكما من الأحكام، وبأن الحكم يدور بين المطلوب وهو الواجب والواجب والمندوب، وبين المنهي عنه وهو المحرم والمكروه. هذا الكلام تعرض له في كتابه إيضاح البيان، لكن ابنه ناقش ذلك، وناقش المحقق الخليلي أيضا هذه المسألة. والظاهر أن الإمام لا يقصد بهذه العبارة حقيقة ظاهرها، لأنه في نفس الكتاب أشار عدة مرات إلى بعض الأحكام المتعلقة بالإباحة، وهذا الآن تحتاجون إلى مكبرات حتى تروا هذا الخط، لكن استعينوا بالله واصبروا، لأني بنفسي لم أستطع أن أقرأ ما فيها. لكن الخلاصة بأن الإمام أبا نبهان رحمه الله تعالى كان يمثل عبقرية في علوم متعددة، وليس علم الأصول بعيدا عن تلك العلوم التي عني بها، كما أنه يعتبر امتدادا وتجديدا في المدرسة الفقهية الإباضية وفي المدارس الإسلامية عموما بما قدمه من مباحث مهمة، وإن كانت عنايته بالجانب التطبيقي أكثر من عنايته بالجانب التأصيلي. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.